الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. قال المتحدث باسم وزارة التخطيط عبد الزهر الهنداوي إن نسبة البطالة في عام 2020 وصلت إلى نحو 14%. وأوضح الهنداوي أن زيادة نسبة البطالة في العراق جاءت بسبب الظروف التي يمر بها البلد خلال العام 2020، لافتا إلى أن العراق مر بصعوبات متعددة رافقها انخفاض لأسعار النفط، ما أدى إلى توقف كثير من المشاريع، إضافة إلى جائحة كورونا التي أدت إلى انكماش اقتصادي وإغلاق الكثير من الفعاليات الاقتصادية، ما ولد الكثير من البطالة لدى الشباب. أكد المستشار المالي لرئيس الحكومة مظهر محمد صالح أن الحديث عن إعادة سعر صرف الدولار إلى السعر السابق يرتبط بتنمية القطاعات الأخرى غير النفطية، مبينا أنهم يسعون لاستقراره. وقال صالح أنه في حال تحقيق فوائد جيدة للموازنة ودخل قومي أعلى من الوقت الحاضر، من الممكن الحديث عن تخفيض سعر صرف الدولار وإعادته كما كان عليه سابقا. هذا وقامت الحكومة في بداية العام الجاري برفع سعر صرف الدولار مقابل العملة المحلية ليصل في الأسواق وكمعدل يومي بين 147 و 148 ألف دينار لكل 100 دولار. أفادت هيئة السياحة في كردستان العراق بأن قرابة 2.5 مليون سائح قاصدوا كردستان هذا العام، وازداد عدد السائحين الوافدين إلى كردستان وبشكل كبير مقارنة بالعامين الماضيين اللذين شهدا تفشي ظهور فيروس كورونا وفرض الحجر الصحي وإغلاق المطارات والحدود. وفي الوقت الراهن تعتمد الدول التي تشهد حركة سياحية فحص فيروس كورونا والتطعيم باللقاح المضاد ضد الوباء كوثائق معتمدة على مستوى العالم. قالت وكالة رويترز إن شركات النفط الأمريكية تبحث عن خام البصرة لتعويض خسائرها. وأوضحت الوكالة إن أنظار شركات تكرير النفط الأمريكية التي تسعى لتعويض الخام المفقود بعد عاصفة ضربت خليج المكسيك في الولايات المتحدة تتجه صوب النفط العراقي والكندي، بينما يسعى المشترون الآسيويون إلى البحث عن النفط الخام الروسي والشرق أوسطي. هذا وبرز خام البصرة إلى الواجهة خلال الاضطرابات السابقة في عام 2019 عندما تسببت العقوبات الأمريكية على فنزويلا بقطع درجات الخام الثقيل عن مصافي التكرير، وعندها قام العراق بتعزيز شحناته النفطية بسرعة كما استفاد موردو النفط الثقيل في كندا أيضا. لامس خام برنت أعلى مستوياته في أكثر من شهرين مدعوما بتنامي الطلب على الوقود وتراجع مخزونات الخام الأمريكية، إذ لا يزال الإنتاج متعثرا في خليج المكسيك. وجرت تسوية خام برنت على ارتفاع نسبته 1.4% إلى 77.25 دولارا للبرميل، وهو أعلى سعر له منذ منتصف شهر تموز. وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 1.5% إلى 73.30 دولارا للبرميل. ويوم أمس قفز كلا العقدين 2.5% بعد أن أفادت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية بأن مخزونات الخام الأمريكية تراجعت في الأسبوع المنتهي في 17 أيلول إلى 3.5 مليون برميل، وهو أدنى مستوى منذ شهر تشرين الأول عام 2018. ختام الموجز للقاء.